ليكي اختي، انتي روحي عالدار وكوني هنيك الساعة 8 تقريبا. انا بشي طريقة رح جيب اخي ساهر لهنيك بسرعة. اخي انا ندرت بهذا اليوم بالذات، يعني ما بصير بيوم تاني. بفضل رب العالمين ساهر صار كتير منيح، الله استجاب لدعائي، وانا لازم اوفي بالندر اللي علي. ساهر، رح نفتتح مستودع جديد بميروت، بتمنى انه السيد مهرة يكون عطاك التفاصيل كلها. ايه اختي، انا حكيت مع السيد مهرة، لازم ناقش معك شغلة بخصوص هالموضوع. ايه تفضل. اختي انا ناقشت قبل شوي خطط مع السيد مهرة. معملنا بيبعد عن ميروت 250 كيلومتر تقريبا، صح؟ صحيح. والمستودع يلي ناويين نفتحه موجود بميروت. ايه صحيح اخي، السبب هو انه اقرب مدينه لمعملنا هي ميروت، وكل التسهيلات متوفره بميروت، اليد العامله للرخيصه وكل شيء، والانسب لنا انه يكون المستودع بهالمدينه. لا اختي مو هيك، كلفة النقل تبعنا رح تصير كتير عالية هيك. أنا والسيد مهرة ناقشنا شوية خطط، وهي عبارة عن خطط بديلة رح تحل المشكلة. سيد مهرة بليز. شي حلو. أوكي كتير منيحة. بتشكرك. موفق سيد مهرة. شكرا لك. وهلا أنا بحاجة لعشر دقائق لأقرأ التقرير، مهلوني عشر دقائق بس. طيب. أهلين برات، شينو، سمير، شو صاير معكن؟ شو نسيت؟ لازم نروح نعمل مسير طويل. مسير طويل؟ نحن إمتى اتفقنا؟ بس أنت بنفسك خبرتنا سيد المحيط. يا بطل، إمتى حكينا بقى؟ قبل ما تروح على سنغافورة بالضبط، وأنت اللي حطيت علامة على الرزنامة.